Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulatul Aziza dari Universitas Jember, peserta Lomba Basic Islamik tahun 2023 Cabang Tertib. Asal saya Kabupaten Lumajang. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 184. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.